شيخ الشروط شنو؟ هسا اليوم البنية تخصب؟ نعم. بنية بعمر 9 سنين أو 10 سنين أو حتى 15 سنة مثل ما الحالات عندنا. نعم. يعني لا تقول لي يعني أغلبها البنية قرارها مو بيدها بهذا العمر. بلي. يعني إذا قالت إيه فهي مو فاهمة، وإذا قالت لا هم مو فاهمة، يعني بالحالتين هي ما أخذت الموضوع بجانب عقلي بقدر ما أخذته بجانب عاطفي ربما. نعم. إذا نتركها لا توازع عليها. ما دام بعد ما فاهم المسألة تركها. هذا من ضمن الشروط. نعم. أنت مرة تجيني تقول لي حلال لو حرام اليوم مثلاً 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 يجيني نسيبي ماخذ أختي يقول لي أرد أتزوج على أختك أقبل؟ أقبل؟ شرعاً يقدر بس تبقى هذه ما أعرف بعد. أنا أقترض أنا أختي ما حد يأخذ عليها. نعم. أذبح وأصلخ لكن نعم. غيرت من الشريعة شيء؟ عوفا زوجتي مباقر تقبل الزواج عليها؟ ها؟ تقول لي ذبحك وأنت نايم زين أبروح أبوك. هي اعترضت على الزوجة الثانية غير من الشريعة شيء؟ اليوم عندنا أنواع الزيجات، منهم من يسميها مسيار، منهم من يسميها متعة، منهم من يسميها عرفي زواج عرفي، هذا معترض على هذا وهذا معترض على هذا، بالنتيجة الله موافق عز وجل وهذا شرع الله. أكو 3 آيات بالقرآن تقول فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القوم الفاسقون، في آية هم الكافرون، في آية الظالمون، ظالم فاسق كافر اللي شنو؟ نعم. اللي يحكم بما بغير ما انزل الله عز وجل. وهل يعني احنا نريد اذا يعني اثبت الشرع وهل انزل يعني آية صريحة بهالموضوع، موضوع زواج المبكر او زواج القاصرات؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. نعم. لا قال لك عمر ولا قال لك شنو. زين بعدين اجيك استاذ الزواج بس اسمح لي خل استفيض في المسألة عيوني. يلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم. هنا السكن بمعنى الراحة، بمعنى هذا الزواج مو بمعنى العمر. هذه الآية واضحة. أجيك سرفاز. لزواج بعمرنا. أجيك عيوني. زين. هاي وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة. زين. تجي للنصوص. الحسن عليه السلام يجي واحد خاطب يقول لي يا ابن رسول الله إن جاءني خاطبا كريمة من أزوج؟ قال زوجها لمؤمن. إن هي عصته لم يظلمها وإن أطاعته لم يظلمها. فأكو شروط منها الإيمان، منها الكفء، منها الكفء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنا مو أزوج بنتي طفلة الواحد أكبر منها ب23 سنة مثل ما يقول تقريركم ومتاني نتيجة طيبة وحلوة، ماكو حاجة. أنت نسيت آية مهمة اللي هي في سورة النساء. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. فموضوع هنا بلوغ النكاح زين. نعم. تحدد سن النكاح يعني بعد البلوغ حشينا عنه. أي يعني هي هاي الآية حشينا بداية التقرير. إذن بعد البلوغ، قبل البلوغ ليش نزوجهم إحنا؟ إحنا نحكي على العقد أستاذ مازن. نعم. على العقد، لم يحدد الشريعة وقتا للعقد. عقد الزواج مو أنت هسه خلطتها، احنا دا نقول العقد متفقين عليه. أي. يمكن العقد قلت لك أما الاستمتاعات فلا يجوز إلا بعد البلوغ. بعد البلوغ. نعم. طيب اليوم دكتورة هسه بس أردفه يعني أوضح طبعا. مسألة طبعا. البلوغ هو شنو معنى البلوغ؟ البلوغ هو ظهور العلامات الأنثوية على البنية والذكورية، يعني مثل ظهور اللحى، خشونة الصوت عند الرجل، ظهور الثدي عند البنية، لكن هو غير مطمئن. دكتورة العفو ممكن يجي ممكن يتأخر يعني. ما هو أكو آية قرآنية مال واللائي لم يحضن في سورة الطلاق. هذه تؤخذ على أنها يعني واحد من القرائن لموضوع زواج العمرهم صغير يعني. نعم. والطمس ممكن يكون في عمر ال14 أو ال15 سنة. نعم. يعني بس هي ظاهر أو يتأخر حتى لأسباب يعني البلوغ ظاهر عليها، ظهور الثدي، نعومة البشرة، نعومة الصوت. لكن بعدها مبالغة يعني. ما مكتمل دورة الطمس عندها. لكن علامات البلوغ ظاهرة. بس هي مو مؤهلة يعني، ما قال لك هي مؤهلة للزواج. لو أتيح لك دكتورة أن يسن قانون. نعم. أو تعطين نصيحة بأن يسن قانون، هل تجرمين زواج القاصرات؟ نعم نعم أجرم زواج القاصرات. لماذا؟ لأن البنية هي مو فقط اكتمال الناحية الجنسية عندها وإداء أنه تنجب وأبتعد عن الناحية النفسية مالتها.
يعني لابد أن تكتمل. باوع النمو عند الإنسان مو فقط نمو الجسم، أشوفه كبر ابني طول هو اكتمل، أكو نمو آخر يرافق النمو الجسمي اللي هو النمو النفسي. نعم. النمو النفسي اللي هو الاستعداد لخوض هيش تجربة. طيب احنا وياها نمو عقلي.